سعيد بافتتاح عيادة ميدكير اليوم في البرشة، وميدكير من المجموعات الطبية المتميزة في دبي، عندهم عيادات ومستشفيات كثيرة، وهالعيادة راح تضيف إضافة مهمة للقطاع الصحي في إمارة دبي. طبعا كل الخدمات الطبية سواء كان طب العائلة، الجراحة، الأطفال، كلها موجودة في العيادات، ونتمنى لهم التوفيق. نحن هيئة الصحة ندعم القطاع الصحي سواء كان الحكومي أو الخاص، ونشجع السياحة الصحية في إمارة دبي، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. مجموعة ميدكير موجودة بالإمارات، نحن عندنا 4 مستشفيات و15 مركز طبي. مستشفياتنا هي متعددة التخصصات، وعندنا مستشفى خصوصي متخصص بالعظام، وعندنا كمان عيادات متخصصة وعيادات بتقدم تخصصات مختلفة مثل العيادة هون. الشيء اللي بيميز ميدكير حاليا بالسوق هو انه نحن بنستمد من الشبكة اللي موجودة كل التخصصات. سو اليوم فيك تجي تلاقي بمركز ميدكير الطبي هون بالبرشة، ممكن تلاقي كل التخصصات بعدة أيام مختلفة. سو الأطباء اللي موجودين عندنا بيداوموا بمراكز مختلفة، منها أكيد الطب الأطفال، طب النساء، الطب العام، طب الأسنان، العلاج الفيزيائي، الجراحة. سو كله اليوم فيك تلاقيه اليوم بمركز ميدكير. سو أول شيء رؤيتنا اهتمامنا بالمريض. نحن أول الأولوية عنا هي صحة المريض. سو نحن بنهتم كتير بصحة المريض، بعدين بنطلع على الرحلة اللي بنقدمها للمريض خلال شفائه. عدا عن هيك اليوم عم نحكي باستثمارات كبيرة بتوسيع الشبكة، بالوجود من 9 ل 9 و24 ساعة بالمستشفيات على كامل الخدمات موجودة ومقدمة، كما وأنه اليوم الاستثمار اللي عم نعمله بقطاع التكنولوجيا رح يعمل قفزة نوعية لميدكير بالبلد. حاليا أكيد البنى التحتية اللي عم بتقدمها دبي والهيئة، ومشكورين على هذا الموضوع، عم بيسمح للاستثمارات، عم بيستقطب استثمارات كثيرة، واليوم على نمو مستمر بدبي بإذن الله. قطاع الاستثمار بقطاع الصحة كثير مهم، واستثمار آمن جدا، ومع النمو الصحة بدها تنمي. سو دفنتلي اليوم على الأكيد لازم يكون في استثمار بالقطاع الصحي، ونحن مرتاحين وكميدكير مستمرين بالاستثمار وبالانتشار بالبلد. مثل تأثيره على كل الدولة، حدث ممتاز قياسي، ونحن أكيد على الخارطة تبع إكسبو 2020، وعنا كمان تحضيراتنا بهذا الخصوص. على الأكيد اليوم الأرضية اللي موجودة بالدولة كتير مهمة، وهي نقطة انطلاق. اليوم الإمارات انطلقت على الفضاء، ما في شيء بيمنع أنه ننطلق للعالم كله كمان. استمرار بتوسيع الشبكة، تحسين وتقديم أحسن وأفضل خدمة ممكنة اليوم للمرضى، ودايما دايما منحط المريض بقلب العمل اللي نحن عم نعمله. هيدي أهم نقطة اليوم لنا. أكيد أول شيء بشكرك على حضورك، ونشكركم على اهتمامكم. ميدكير هي شبكة من المراكز والمستشفيات العالية جدا بالجودة، وعندنا كل التخصصات موجودة، وموجودين 24/24 لخدمة، وبوعد المشاهدين ببرامج جديدة تنطلق لأول مرة من ميدكير ومن دبي للعالم بإذن الله.